السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. طبعا البنية ديالك كل أم كتمنى تشوف بنيتها عروسة، وهذا الأمر هين، لكن بعض الناس كيبان لهم مثل الجبال ومثل البحار الحصول على عريس في هذا الزمان اللي كاين فيه أزمة اقتصادية وغلاء السكن وغلاء المهور وضعف الأجور وقلة فرص الشغل، والشباب يجد الحرية في الحياة العامة، كيقول لي ماذا أقيد نفسي بزواج تكلفته صعبة والمدونة تهددني بأحكامها الجائرة، ماذا علي أن أصنع؟ هذا يؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج ويؤدي إلى بوار البنات، ثم البنات يبحثن عن زوج كيف يصنعن، اللي هي يا عند نصيب من الجمال تتزين وتتعطر وتفتح كونت في الفيسبوك وتبدأ تبحث عن فارس أحلامها، اللي مسكينة ضعيفة وما عندها زهر وصورت على قد الحال راها كتقلب بطرق مختلفة، إما كتدعو الرحمن وإما إلا ما كانش عندها الإيمان كتقول لصاحبتها يلا مشو نديرو القبول، راه كاين القبول عند فلان وفلانة ونديرو كذا. فظهر مجموعة من الناس يأكلون أموال الناس بالباطل، أجي ندير لك القبول وغتجيب 1000 درهم 2000 درهم 3000 درهم وكتطلع القضية كلها كذا، كتعود سوق رائجة والعياذ بالله، مع العلم أن الطريق للوصول إلى الهدف المنشود واضح وبسيط هو طريق الله. ملي نشعر بأنني أننا الأبواب مغلقة وما عندي زهر ما نشكي على حد، ما نطلب حد، لأن أي حد هو مخلوق مثلي مثله، هو براسك يقول هل من مزيد، إذن علي أن أطلب الخالق. ببساطة عدنا الموعد مع الله، 5 أوقات مع الله، ربي عز وجل قال لك أجيوا عندي غندير لكم موعد أضربه معكم 5 مرات في اليوم، في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هادو أوقات للعامة، الصلوات الخمس هي موعد للقاء مع الله للعامة، وهناك وقت للخاصة، خاصة متى يكون هذا الوقت الخاصة؟ في جوف الليل، في قيام الليل، كان النبي الكريم يقول له يا أيها المدثر قم فأنذر، ومرة يقول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قيام الليل هو صلة بين الله وعباده الخاصة. فلماذا أيها الأحبة الكرام نحرم أنفسنا من أن نكون من أهل الله الخاصة؟ نفيق في جوف الليل، نتوضأ ونصلي لله تعالى ونثني عليه خيرا، يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم يا رزاق، ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يسمع هذا الكلام من عباده المؤمنين، فيتجلى عليك بالعطاء، اطلب ما تشاء. كل قيام ليل الثلث الأخير ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من صاحب حاجة فأقضيها له، قم الليل وسوف ترى العجائب العجاب. إذا أردت أيها الأخت الفاضلة زوجا لا تستحي، اطلبي من الله وقولي له بالطريقة التي ذكرها العلماء في طلب الزواج، قل يا الله يا واحد يا أحد يا من لا صاحبة له ولا ولد ارزقني زوجا وولد، يا الله يا واحد يا أحد يا من لا صاحبة له ولا ولد ارزقني زوجا وولد، اللهم آنس وحشتي، اللهم، وهكذا دعاء كثير. ربنا عز وجل يحب هذا الدعاء فيفاجئك ويعطيك زوجا برزقه وفضله وخلقه وجماله وأسرته الطيبة، كيعطيك الله عز وجل كيف كنقولوا حنا بالدارجة الدجاجة بكمونها، فروج بكمونه بالخير ديالو بإذن الله. فقط أن الإنسان لا يتردد عن دعاء الله، يقترب من الحق سبحانه وتعالى. فأسأل الله الكريم لنا نعيمة أن يرزق ابنتك زوجا صالحا في القريب العاجل، إذا كان عندنا شي مانع من الموانع اللهم يا رب بحق كلمة قل هو الله أحد
وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أبطل عنها كل مانع وافتح لها أبواب الفرج وهيئ لها من أمرها رشدا واختر لها زوجا طيبا مباركا وارزقها منه ذرية طيبة وارزقها عائلة كريمة. اللهم عجل لها بالفرج ولجميع بنات المسلمين. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.